ومع إجراء إلا بنشاطات مثلها. كيف إذا كانت الرياضة يلي هي عمليا نرجع نعرف ننشئ أبطال ونرجع نعرف نعمم سقافة الرياضة بالبلد، وبلد قادر يصنع أبطال، بس لسوء الحظ نحن على فترة كتير طويلة ما حدا عطي الأهمية للرياضة مثل ما لازم. الميزة الأساسية تبعوله أنه بخلي الشباب اللبناني يتعرفوا على عدد كتير كبير من الألعاب الرياضية اللي ممكن يلاقوا حالهم فيها ويصيروا يمارسوها، وهيدي شغلة بتقدر تبين لنا طاقات على صعيد الشباب اللبناني وعلى صعيد الرياضيين بلبنان. راح يعود ريعه لكل الرياضيين اللي عندهم بطولات وطنية وبطولات دولية. نحن بنعلن من بيروت سبورت فيستيفال التمويل الرياضي الذاتي، هيدي نقطة انطلاق جديدة نحن كرياضيين عم نعتمدها. لاقى المهرجان استحسانا كبيرا لدى الحاضرين الذين واكبوا مباريات في كرة السلة وكرة الطاولة والفنون القتالية المختلطة، إضافة إلى عروض فنية ورياضية أخرى. هيدا الحدث اليوم بيرجع بيبين ببرهن مرة جديدة هالطاقات الشبابية اللي عنا إياها، والرياضة هي صناعة، وهيدي كل النشاطات اللي عم تشوفيها وهالشباب والصبايا بحاجة ل مشاريع من هالنوع مشان ترجع تلم شمل الشباب ونرجع نوعيهم. أنا من عائلة رياضية وتربيت هيك، وهو الأشياء بيذكروني بوالدي دكتور لبيب بطرس، وكل الموجودين كمان من المنتخبات هن ناس بنعرفهم. برافو، نحن بحاجة لهيدا الموضوع، شجعوا الرياضيين، كونوا سبونسرز أكثر، تحضروهم. كما تضمن المهرجان عروضا هوائية مميزة إلى جانب استعراضات شيقة في لعبة المبارزة والتايكوندو والكونغ فو، وشارك فيه أكثر من 20 لاعبا محترفا. عندنا هذه الجيم هي بودي ويت جيم اسمها كاليستانيكس، بتعتمد على وزن جسمنا، هي شيء قريب للجيمناستكس وبتختلف بين شخص وتاني، يعني ديبينز على وزنه وطوله. اليوم عم ننتقل الرياضة بلبنان لمحل مطرح ما مفروض تكون. اليوم في ماركت، سوق موجود بلبنان، سوق الرياضة يعني البرودوي اللي بالرياضة مخفي. اليوم أول مرة بيتجمعوا بمحل بيبينوا أنه هيدا سوق كبير. هون أنا برأيي لازم الاتحادات يستغلوا هالشي وينبشوا على سبونسور للألعاب. تحت شعار كل الرياضة عنا يقام مهرجان بيروت الرياضي الأول الذي يضم 20 لعبة رياضية مختلفة على مساحة 10,000 متر مربع في أضخم وأهم حدث رياضي في العاصمة اللبنانية بيروت. لصباح الخير يا عراق، مريم داموري، بيروت.